انتظروا لقاء خاص. انت لسه قايل لي انك برج الحوت. اذا في حاجات بتضحك وحاجات لا زي اي حد يعني. مع الكابتن مصطفى شوبير. عملت موقف وندمت عليه وتمنيت يرجع تاني الوقت عشان تصلحه؟ كتير بكتير. في حوار غير مسبوق. حصل انك شتمت حد قبل كده وانت ساكت؟ والله العظيم قال كده بالظبط. اسئله عميقه جدا. لو انت مش لعيب كوره ممكن تبقى ايه؟ تاجر، بس احب مثلا ابقى مسؤول عن حاجه. اجابات صعبه. ايه الحاجه اللي لو حصلت هتقول خلاص؟ اقول لك كنت بقى دلوقتي بقيت لا خلاص. هيقول كلام ما اتقالش قبل كده. اكتر اغنيه بتحب تسمعها وانت قاعد لوحدك؟ اكتر اغنيه هي مش لعمرو دياب. ما تيجي نشوف. صباح الفل، يعني لو انا هتعصب ليه؟ لقاء خاص الاربعاء العاشرة مساء على قناة الاهلي. الاهلاوي مش هيسيبنا.